نرجع بقى للتركيبات التجميلية. طيب التركيبات التجميلية في برضو منها أنواع، مين اللي بيحدد السعر ولا الدكتور اللي بيقول مثلا حضرتك تقول المريض ده لا انت احسن حاجة معاك كذا؟ ممتاز. حسب حالة المريض، يعني كل مريض بقول له انت حالتك فيها كذا، اوكي، ينفع لك واحد اتنين تلاتة، ده ليه ميزته وعيبه كذا، ده ليه ميزته وعيبه كذا، ده ليه ميزته وعيبه كذا. البيشن بتاعي بيشوف ايه انسب واحد ليه وبيختار. مثلا حالة مثلا فيها تصبغات شديدة جدا، حالة مثلا فيها انترنسنج ستيننج جامد جدا، اوكي، يعني اسناننا ملونة من جوه، السنة هي نفسها ملونة، اوكي. طيب هو جاي مثلا سمع عن الفينيرز او العدسات وانا عايز اعمل عدسات، اوكي، اقول له انا الاثنين، بس العدسات بالنسبه لك حل مش كويس. ليه بقى؟ ليه مش كويس؟ العدسات بيبقى ليها سمك معين قليل قوي، السمك القليل قوي دوت مش هيقدر يحجب اللون بالكامل اللي في قلب السن، لان سمكها رفيع جدا، فمش هتقدر تحجب، يعني مثلا 0.2 او 0.5 هيبقى في صعوبه ان انا اقدر احجب اللون الغامق قوي بتاع السنه ده. مهما كان الخامة المستخدمة العدسات، لأن أنا انا عايز استخدم زيركم مثلا او اي بورصه، هضطر اشيل جزء كبير شويه من السن، اوكي. فبقول له اول حل دوت مثلا انت عايزه عينيا الاثنين، بس مش ده الحل الامثل ليك. الحل الامثل ليك مثلا لو عملت مثلا كراونز عاديه، عملت حاجه اسمها فول كفرج، هقدر هحجب اللون كامل بتاع السن، هيديك شكل نهائي. ده بيتم من غير برد ولا برضو في الأسنان وفي تتبرد؟ في حاجه اسمها نون بريب. نون بريب يعني بركب التركيبه من غير ما ابرد خالص، اوكي. في حاجات تانية لا، ببقى محتاج ان ابرد عشان ما اعملش التهابات في اللثه. عشان كده بقول لحضرتك دايما اللي بيحكمني ايه؟ اللي بيحكمني الحال اللي انا شايفها للعيان، الحاله الطبيه وطلبات العيان. في حاجه انا شايفها من الناحيه الطبيه والعيان دي طلبات معينه، لازم نتلاقى في نقطه في النص، اوكي، ونتفق ان في حل معين احنا هننفذه مع بعض. تمام. طيب احنا معانا برضو لسه صور عن الحالات اللي تمام. حضرتك يعني بتتكلم عنها دي مثلا دي. حاله تانية، هنا كان عندي هنا مش سن الحاله، وهنا كان في سنه واحده بس مفقوده، هنا عندي سنتين مفقودين. بس معلش، هم السنتين اللي في النص حضرتك باردهم ولا هم يعني هم حجمهم كده؟ لا، هي كان دي يعني كان عندها مشكله، حاجه اسمها عندها ديفلوبمنت الانوميلي، زي الاستاذه اللي اتصلت من شويه، ان في سنه ما اتكونتش اصلا، يعني هي عندها السنتين الصغيرين اللي على الجناب ما اتكونوش اساسا، اوكي، ما تكونوش يعني مش موجودين. مش موجودين اصلا، اوكي. هي دي حالة الطفلة؟ لا، دي كبيرة. دي كبيرة، بس هي بقول لك ان وهي كبيرة السنة اصلا ما اتكونتش عندها، وهي صغيرة ما حدش خد باله من القصة دي، فخلعوا اسنان لبنية. يعني لو كانت اسنان لبنية موجودة كنا حافظنا عليها، كنا حطيناها في النص. فدلوقتي تمام. بقى عندي سنتين مفقودين، اوكي. طب والاسنان اللي في النص شكلها برضو لبنية يعني؟ الاسنان هي اللي في النص هي كانت عاملة عليهم تركيبة قبل كده، والتركيبه ما كانتش محققه بس الصغيرين مش متناسقين مع اللي تحت، بالظبط، منظر الاجمالي بتاعها مش حاسس صح، يعني حسيت ان اسنان طفل يعني او اسنان لبنيه، عشان بالظبط. كده قلت يعني. فدلوقتي احنا عملنا التركيبه، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، وصلنا لنتيجه ممتازه. تمام. ده بقى الخامه المستخدمه. يعني انا بالنسبه لي الحالات دي طبعا هي مش تجميليه، هي علاجيه في الاساس، صح؟ يعني مش دي علاجيه، في حاجات تانية تيجي بعد رفاهيه، كده. مش حد لا بس عايز يغير اللون، صح، لا دي حاجه اساسيه يعني. صح. حضرتك قلت في علاجات بعد كده، بعد المرحله دي في حاجات تجميليه قدام شويه، بس انا بتكلم على ايه؟ ان دايما زي ما بقول لحضرتك ان يبقى في حسب الحاله بتاعت المريض، نبقى نشوف له هو اللي هو محتاجه ايه، اوكي. دي برضو دي مثلا حاله مهمه جدا مثلا، اوكي. بيجي لي بيشنس كتير زي كده، بيقول لي دكتور احمد السنان دي مكسوره وانا عايز اعمل فينيرز، عايز اعمل كراونز، عايز اعمل وات ايفر الحل هو بينقيه يعني، اوكي. انا بقول له طب ما في حل اسهل وابسط، هاك السنتين اللي حضرتك شايفاهم على الشمال دول اللي هم بعد العلاج، دول حشو فقط لا غير، حشو فقط لا غير، دول لا فينيرز ولا كراونز ولا اي حاجه خالص، ازاي بقى؟ مش حشو حشو فقط. ده يعني كان حاجه بتدخل جوه الدروس يعني، ده اللي اعرفه زمان. دي الحشو الفكره، ازاي اعمل منه سنه؟ دي الفكره اللي انا عايز اغيرها النهارده عند بس دي حاله المشاهدين. علاجيه برضو يعني، ده ممكن يعني ما يقدرش برضو يضحك او يداري ابتسامته يعني، برضو سنانه اتكسرت نتيجه لاستخدام خاطئ. دي علاجيه وتجميليه الاثنين مع بعض، دي بيسموها حشوات تجميليه، زي التركيبات التجميليه دي حشوات تجميليه. تمام. بيبقى في زي ما حضرتك تفضلتي، في كتير من المشاهدين فاكر ان حاجه زي كده ما تتصلحش غير بتركيبات. لا، انا ممكن بحاجه اسهل جدا من التركيبات واوفر جدا من التركيبات، ممكن بمجرد حشو فقط لا غير الحاله خلصت. معلش مش فاهمه ازاي الحشو اللي انا كنت بحطه جوه الضرس يتعمل بيه سنه. ده السؤال بقى يعني اللي حضرتك سالتيه في الاول، ليه كل يوم في جديد؟ كل يوم في خامات بتنزل لنا بتوفر لنا حاجات ما كانتش متاحه قبل كده.
يعني النهارده بقى الخامة دي ايه بقى اللي اتعمل الحشو اللي بتعمل بيه حاجة زي ده كده؟ حاجه اسمها نانو كومبوزيت، حاجات حشوات حديثه جدا عندها القدره انها تقدر تبني وترجع السنه بالشكل ده. اي حد يشوف السنه دي هيفتكرها تركيبه، طبعا. دي مش تركيبه، دي حشو. سبحان الله. لا يعني، لا والله ده يعني لو وصلتوا فعلا لدرجة لا كويسة، يعني ريحتوا ناس كتير الحمد ونفسية لله. ناس كتير، يعني انتوا كده اشتغلتوا مع اطباء الطب النفسي. لا وفرنا فلوس كتير كمان. لو وفرتوا اللي متبقاش مكلفة زي التركيبات اقل يعني بكتير من الحشو. التركيبات، اقل بكتير. الله، طب مش بيستخدموها ليه بدل التركيبات؟ كل حاجه يا فندم، اشرب حاجه ايه، كل حاجه متاحه، بس بتبقى على حسب الحاله اللي قدامنا، حسب الحاله بنتصرف. طيب الحالة دي مثلا كان فهي واضح دي طبعا حاله، دي حاله تصبغات تجميليه. اسنان، يعني دي واضح مش تصبغات، دي حاجه ما دي. اسمها، دي اسمها انامل هايبوبليجيا. لو يعني لو في زوم عليك اسنان اللي على اليمين ديت، السنان نفسها مخرمه، كل السنه مخرمه، مش تسوسات، مش تسوسات، امال ايه؟ لا هي السنه متكونه كده. حاجه اسمها انامل هايبوبليجيا، يعني السطح الخارجي بتاع السنه مش مستوي، السطح الخارجي كله مخرم. ده اوكي، نتيجة نقص حاجة، لا 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 خالص، دي كالسيوم حاجه، دي حاجة. حاجه بتبقى حاجه وراثيه شويه. اوكي، دي هنا عملنا الفينيرز على السنان، شفتي طبعا الفرق بين الصوره بين قبل وبين بعد، طبعا، العناء فرق اختلفت كبير اختلاف يعني، لا كلي فرق وجزئي. طبعا. طبعا، بس ده بقى بردته السنة الاول. هنا كان لازم، طبعا كان لازم، لازم. لان انا عندي جزء في السنه فيه مشكله، فبشيل الجزء الديفكتيف دوت اللي فيه مشكله، وببني بعد كده جزء السليم. تمام. طب انا عايزه اقول لحضرتك بقى حاجه، يعني دلوقتي جه العيان وبحاله زي كده، لا بلاش حاله زي كده، حاله احسن من كده شويه. حاله نعم. احسن من كده شويه، وهو بس كان عايز مجرد انه اسنانه تبقى ابيض، وانتوا بردتوا له اسنانه وحطيتوا الفينيرز يعني عايز يبيض يعني، ماشي. وعايز يبيض وما عجبوش النتيجه، ده يعمل ايه يعني؟ او انتوا بتعملوا بتصرفوا في الحاله دي ازاي يعني؟ دي اصلا من يعني الحالات اللي يعني تبقى نايت مير. ايوه اكيد كابوس طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا المفروض بنعمل حاجه اسمها الموك اب. موك اب يعني ايه؟ انا جالي البيشن بتاعي، اوكي، اسنانه فيها مشكله معينه، بقول له احنا عايزين نوصل مع بعض للشكل الفلاني، اوكي؟ بنعمل الشكل الفلاني ده في المعمل. بيتعمل، اوكي؟ بس مش بيتعمل بالفينيرز اللي هي بورسلين الخامات الغاليه قوي، لا بيتعمل بحاجات زي مواد معينه بلاستيكيه كده، اوكي؟ ما تبقاش نفس التكلفه طبعا خالص عشان يقدر خالص يجرب. خالص، اوكي؟ طب يعني في حاجه كده. وبعملها، بعملها فعليا، وبفرجه عليها في بقه. اوكي؟ بقول له ده الشكل ان شاء الله اللي احنا باذن الله تعالى عايزين نوصل له. احنا عايزين نوصل للشكل ده. تمام. ده اوكي معاك ولا مش اوكي معاك؟ في تعديلات فيه؟ اوكي؟ قال لي لا انا مثلا محتاج اعدل الشكل ده، عايز اعمل ده، عايز ازود ده، عايز اقلل ده. اوكي؟ وصلنا للشكل النهائي، وصلنا حاجه اسمها الفاينل اجريمنت. اوكي؟ بعد كده بيتنفذ هذا الكلام. اتفاق يعني بقى المفروض نهائي ان هو ده الشكل اللي هو عايزه. المفروض الكلام ده يبقى متاخد بصور، يعني ايه؟ المفروض يبقى مصور الشكل النهائي والشكل اللي انا كنت عامله بروفا قبل كده. اوكي، بقول له ادي الشكل اللي كان بروفا، وادي الشكل النهائي اللي احنا ايه وصلنا له، وصلنا المفروض يطلعوا الاثنين زي بعض. تمام. نادرا نادرا ما بيجي حد يقول لك ايه، لا انا ما كنتش عايز ال، ايوه بس لو في الخطوه دي يعني، ما هي الخطوه دي هتوفر على الاثنين. ما هي لازم تبقى موجوده. لا انا ما اعرفش ان في يعني اللي هو كانك بتعمل معاه بروفا اللي هو لازم. شكله هيبقى ازاي. ده لازم حاجه اسمها الموك اب، ده لازم يتعمل وبتبقى قريبه قوي من الشكل النهائي طبعا، لانها يعني بمقاساتها بكل حاجه. طيب ليه احنا لسه معانا صور ثانيه يا دكتور بس اهي. طيب قبل ما دي حاله مهمه ننقل، قوي، دي حاله مهمه قوي. دي بقى ايه مسافه بين الاسنان؟ اقول لحضرتك لو بصنا، لو ركزنا شويه في الصوره اللي فوق على اليمين، الصوره اللي فوق على اليمين هنلاقي ان في مسافه بين السنان. اوكي، والسنان دي مش سنان طبيعيه، السنان اللي فوق دي تركيبه كوبري بورسلين، والسنان اللي فوق على الشمال كوبري بورسلين. فجالك حد هو عامل كوبري اوريدي، اوكي، وفي مسافه وفي شكل مش حلو. تمام. اوكي، وقال لك انا عندي مقابله مهمه جدا، عندي انترفيو، عندي فرح ابني كمان 4 5 ايام، صلح لي اسناني كلها. حاله زي دي عشان نصلحها بتاخد وقت كبير، انا عشان طبعا. افك الكوبري دوت واصلح اسنان المسوسه اللي تحتيه، واعمل وانا اعمل كوبري تاني تاخد وقت. طب وكان فين فرح ابنه بعد 4 ايام؟ وكان فين؟ ده بيجي كتير قوي حاجات زي كده. جميل. فبقى في وقت حاجه اسمها الكليب اون او الكي لامن او حاجات زي كده. دي زي حاجه الصور كانت موجوده تحت. لو نرجع تاني للسلايد. ايوه، اللي هي الشكل اللي موجود تحت دوت، ده نفس فكره العدسات بتاعت العين بالظبط. يعني انا رايح حفله بس عايز ابقى لابس لينسز زرقاء مثلا، بلبس الليزرز بروح الحفله برجع اقلعها تاني. دي بقى اللي بتتحط نفس اللي هي الكلام، دي اللي مش الثابته بحطها المتحركه، بالظبط تركيبه بالظبط، دي متحركه بيسموها دايما. هوليو، دي برضه اسمها هوليو سمايل برضه. اوكي، هي دي كمان اسمها بس دي، كده بس دي كلهم اسمها متحركه كده. مش ثابته، اوكي ركبناها فوق على الشمال تمام. اهي، ادي منظر قبل وادي منظر بعد، يعني دي بتتشال دي بتتشال وتتحط. فعلا؟ فدي ميزتها انها حل سريع جدا جدا جدا، طب دي ولكن هايله والله. ممنوع المضغ عليها، دي للشكل فقط.
يعني كده نزوم التصوير. ايوه. يعني دي ما ياكلش عليها ولا يشرب؟ لا ممكن يشرب. ممكن يشرب بس ياكل؟ سوائل لا زي ما هو عايز بس ياكل. يعني لا يعني هي دي بس، مش عارفه هيروح نفس فرح ابنه ما فكرة ياكلش خالص بعد ما دفع الفلوس دي كلها. اخره جاتوه. ممكن. طيب اخره جاتوه. جاتوه. بس دفع فلوس كتير برضو الراجل، فدي ما مثلا ينفعش. يعني في النهارده، انا النهارده عايز اعرض، عايز اعرض ان في حلول كتير قوي لمشاكل كتير قوي بس شكلها يعني، شكلها لا يعني قريب جدا من الطبيعي. لا ادتني ايحاء انها ثابته، مش يعني ما دخلتش خالص ان التركيبه زي كده ممكن تبقى بتتشال وبتتحط. تمام. طيب بالنسبه بقى للون، عشان هي دي برضو ده اللون اللي احنا بقى بنشوفه في بق الناس كلها دلوقتي الحقيقه، اللون الابيض قوي ده مش ماشي معانا احنا والله يا فندم انا شخصيا كشعب مصري، كاسناننا اللي هي لونها اصلا قليل ان انت تلاقي حد بالفطر. ايه ده؟ لا طب في دلوقتي الصوره دي نتكلم عنها دي قبل حالة ما تانية. نتكلم عن لون الاسنان دي بقى ايه يا دكتور؟ طيب ده واحد حد يعني سنانه متدمره، يا دي حرام. حالة معقدة جدا. لو بصينا على الصورة اللي على اليمين تحت، اللي على اليمين تحت، اوكي، اللي على اليمين تحت هنلاقي ان في فرق بين السنان اللي فوق وبين السنان اللي تحت تقريبا حوالي 2 سنتي. اوكي، يعني اسنان وهي عضه، وهي عضه، اسنان اللي فوق واسنان اللي تحت بينهم وبين بعض حوالي 2 سنتي. حاله زي دي زمان ما كانتش بتتعالج غير بحاجه اسمها اورثوجناتيك سيرجي. يعني ايه؟ انا عندي فكين بعاد عن بعض، الفكين مش قافلين على بعض، يعني اسنان اللي فوق مش لامسه اسنان اللي تحت، في فرق بين الفكين حوالي 2 سنتي. باينه برضو في الصوره اللي فوق على اليمين دي كده، وهي عضه، وهي عضه، اسنان اللي فوق بعيده جدا عن اسنان اللي تحت، مش قريبين من بعض اصلا. حاجه اسمها اوبن بايت واوبن جيت ومانديبر بروجنوسيزم، حاجات كتير قوي. تمام. زمان دي كانت بتتعالج فقط لا غير بالجراحه، لازم ادخل حاجه اسمها اورثوجناستيك سيرجي، ان انا بعمل جراحات كبيره جدا، اكسر حته من الفك وارجع الفك ورا عشان ايه اقرب يا الفك، خبر ابيض. حاجات كبيره قوي، اقرب الفكين من بعض عشان ابدا اظبط العضل. دلوقتي احنا بقينا نحاول نهرب من الكلام ده خالص، بقى في طرق جديده دلوقتي كده، انا بحاول اهرب من الكلام ده خالص. لو شفنا الصوره بقى اللي على الشمال، ممكن نشوف تاني. يعني هنقارن الصوره اللي تحت يمين بالصوره اللي تحت شمال. الصوره اللي تحت يمين كان الفرق بين المفكين حوالي 2 سنتي، تمام. الصوره اللي تحت شمال السنان بقت قافله على بعضيها. صحيح. نفس الكلام فوق، يعني فوق على اليمين كانت السنان بعيده جدا عن بعضيها، الصوره اللي تحت على الشمال السنان كلها بقت قافله على بعضيها. تمام. فكده قدرنا نهربها من جراحه كبيره جدا. يعني ليها سايد افكتس كتير اكيد يعني. لا وحاجه بمجرد، مخيفه، انا لو حد قال لي هحرك فكك عشان اطلع سنينك. لا مش لا لو حد كده يا عيني بيبقى هو موافق ان يعمل حاجه زي كده فعلا. لان هو عايز ده من يصلح. كام سنه كنا يعني شغالين في ان ممكن اعمل جراحه فك عشان اصلح اسنان. لا ده الكلام ده، ده الكلام ده لسه فيري ريسنت. حضرتك بتتكلمي ان حد جاي، يعني حد جاي يعني بحاله زي كده. انا في صوره ثانيه في نفس الحاله بس انا مش جايبها معايا، ان هي عيني وهي قافله، وهي قافله شفافه، اسنان الفوقانيه طالعه بره، يعني اسنان الفوقانيه مش جوه بقه اصلا. ايوه. فحد جاي كده عيني هو مش عارف يتعامل، يعني ايوه عايز طبعا. يتكلم طبعا يضحك طبعا. فهو مضطر يعمل حاجه زي كده. فبدل ما يخش في جراحات وقصص كبيره كده، ممكن احنا بطرق اسهل بكتير جدا. ايه بقى الطرق؟ يعني ايه تركيبات، الحاله دي؟ احنا يعني دي تركيبات فقط لا غير، من غير جراحه. لا يعني عدلته ازاي العضه يعني؟ وزير الصنعه بقى. يعني وضبتوها ازاي في ال يعني احنا من في غير ما ندخلها اللثه في يعني؟ جراحات، من غير ما ندخلها في جراحات عن طريق التركيبات بس حلينا المشكله. يعني قعدته يعني تركيبات فقط لا غير، من غير جراحه خالص. يعني مش لازم، اقصد ايه؟ انه المكان، مكان الضرس ومكان الناب، مكان السنه مش زي بعض. صح صح. كل واحده ليها حجم وليها، فدي مش قدام دي، فالحاجات متلخبطه. صح. فانتوا كده يعني دخلتوا السنه مكان ضرس والناب مكان سنه عايز تؤمري بس. لا بجد ده كده فعلا التركيبات كان متاح ان انتوا تلعبوا في اللثه عشان بقى متاح الحمد لله. يعني اللثه بيتم توسيع مكان للسنه اللي داخله، بص ولا انا بيبقى هو حاليا بقى في بقينا نعتمد قوي على التيم وورك. يعني ما بقى يعني انا مثلا ممكن ادخل معايا دكاتره تانيين او نشتغل كلنا مع بعض عشان نحل حاجه زي كده. اوكي، يعني ممكن اشتغل مع تقويم، علاج الجذور، علاج اللثه، علاج، لما بنشتغل كلنا مع بعض بنطلع نتائج الحمد لله يا رب رائعه. ايوه طبعا، هي اهم حاجه في اي يعني شغل طبعا، اللي هو يعني ان يبقى في فريق العمل كله بيشتغل مع فريق بعض، عمل وكله مخلص وكله حاسس انه لا هو محتاج مساعده ده ومحتاج راي ده، مش صح. كل واحد يعني انا الاحسن وانا صح. اللي بعمل. اكيد برضو انتوا بتعملوا مع بعض كده كدكاتره في عمرك الاسنان ما احسن. توصل، عمرك ما توصل نتيجه ممتازه غير لو عملت كده. تمام.